بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. كم هي هذه الدنيا قصيرة، قصيرة جدا جدا جدا. رحل أبو جهل وأبو لهب وبقي أثرا بعد عين، ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوه. هنالك في غزوة بدر حينما ألقى النبي الصناديد الذين قتلوا في القليب، قال لهم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: أتحدث قوما قد جيفوا، أي لا أرواح فيهم؟ قال: لهم أسمعوا، لهم أسمع لكلامي منكم، ولكنهم لا يستطيعون الرد، محجوزون بالبرزخ. الله أكبر. وهكذا في كل مرة تجد مثلا عبد الناصر رحل وسيد قطب رحل، قد فقط هي ذكريات. كشك رحل و السادات رحل، فيرحل المظلوم ويرحل الظالم، والإنسان يحذر أن يكون مع الظالمين. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويتحدث الناس عن الظالم، من يكون؟ فرعون زيد، وقارون زيد، وجنودهما، فرعون وهامان وجنودهما، يعني الجنود نتاعهم كلهم كانوا ظالمين. شكون هما؟ يعني القيادة زيد ومن يقوم بتنفيذ تلك الأوامر، هؤلاء ظالمين. ثم هنالك شكون؟ أعوان الظلمة. ولذلك سئل الإمام أحمد من قبل أحدهم فقال: أنا مثلا أخيط، ولا أنا يعني أنفذ بعض الأوامر وكذا وكذا، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال: أنت من الظالمين. أعوان الظلمة هو الذي يخيط الثوب للظالم، سمعت؟ هذو هم أعوان الظلمة. أما الخروف هم ظالمين والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فهذه القيادة الظالمة المستبدة التي تشع الظلمة في الأمة، التي تشع الظلمة في الأمة، كل من يعينها على تنزيل ذلك الظلم يلتحقون بالظلمة. لا إله إلا الله. قال تعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. شحال من واحد اللي يقتل واحد؟ إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فكذبوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. شحال واحد اللي قتل؟ واحد. لكن كلهم الذين رضوا بذلك ظالمون، لأنهم أقروا على ذلك واتفقوا على قتل الناقة التي نهاهم سيدنا صالح أن يقتلوها. ماذا تريد أن تقول من وراء هذا؟ مات مرسي رحمه الله، وفي هذا الأسبوع مات القاضي الذي حكم عليه بالإعدام وسمي بقاضي الإعدامات خفاجة. الله، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. كم هي الدنيا قصيرة، كم هي الدنيا قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان في النار، أحدهما لم يعرف الحق فحكم بجهل فهو في النار، وأما الثاني عرف الحق وحكم بهوى فهو في النار، وأما الثالث عرف الحق وحكم به فهو في الجنة.
الله أكبر الله أكبر. أتصوره وأنا أستحضره الآن في ذاكرتي وهو يحكم بالإعدام. رفعت الجلسة، الإعدام الإعدام الإعدام. كم من إنسان تم إعدامه بالأحكام التي أصدرها خفاجة؟ كم كم؟ هذا إذن من الظالمين وليس من أعوان الظالم. علاش؟ لأنه هو الذي ينفذ إرادة الظالمين في هذه الأمة بأن يجتث الصلحاء ويقضي على الخيرين ويترك الفساق والرقاصين والذين يعملون على إفساد الأمة يسيحون ويمرحون ويسرحون ويفرحون ويمزحون ويستهزئون ويتمتعون كما قال سيدنا ربي: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا ما حتى واحد ما يهضر معهم. أما الرجال، أما العلماء، أما الذين صبغوا بصبغة الإسلام والمدافعين عن الإسلام وعن أرض الإسلام في أرض الكنانة وفي غيرها، حكم عليهم بالإعدام وعدم الكثيرون وانتظروا تنفيذ الإعدام في كثير منهم. الآن هم في السجون. شعبان، كيش يسموه ذاك العالم شعبان؟ أرى يعني لا إله إلا الله. شعبان الآن هو الآن يوجد مشلول في السجون وفي الزنزانة، سمعت سيدي؟ وفي كل مرة يخرج تسريب من هناك يتحدث عن الأوضاع التي يعيشونها. الآن رحل إلى ربه، ما الذي سيقوله لربه؟ إذن هذه من الذي سيقوله لربه هي رسالة أقولها لكل من يتحمل مسؤولية. لا ينبغي أبدا أن يشارك الظالمين في ظلمهم، ومن لم يستطع أن يعارض الظلم فلا يدخل إلى ذلك الميدان أبدا أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الثاني اللي دائما كيتكلموا عليه كل من يموت شي ظالم، هل نفرح أم نشمت؟ نحن لا نشمت بموت أي أحد، بس ما تشمت، ولكن تفرح بموت الظالمين. نعم تفرح، لأن الله تعالى قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كيفاش لا تشميت؟ كيفاش يعني ما تفرحش؟ أتدري كم هي النساء التي رملت بسبب هذه الأحكام التي تدعو الله؟ أتدري كم هم اليتامى؟ أتدري كم هم المشردون؟ أتدري كم هم الذين تغيرت أحوالهم إلى الأسوأ بمثل هذه الأحكام الجائرة التي أودعت آباءهم وإخوانهم وأعزاءهم في السجون المظلمة؟ فأنت تفرح وتسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يريح الأمة من الظالمين. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالسماء والأرض لا تبكي على هؤلاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه. ما معنى مستريح؟ الذي كان صالحا وأتعب نفسه في طاعة الله وخدمة بني البشر إذا مات استراح، ذهب لكي يستريح. والمستراح منه هو الذي عاث في الأرض فسادا، يعني أهلك الحرث والنسل، أفسد في البلاد وظلم العباد، أفسد في البلاد وظلم العباد. وإن ربك له بالمرصاد، فإذا أخذ الله الظالم لم يفلته. هذا درس لنا جميعا بموت هذا الطاغية الذي مارس عياذا بالله القضاء وكان مسرفا في إصدار أحكام الإعدام، حتى سمي في أرض الكنانة قاضي الإعدامات. اللهم طهر الأرض من الظالمة أن كانوا وحيث تواجدوا، والسعيد من اتعظ بغيره،
وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.